على الخير والمحبة عدت لألتقيكم أعزائي الطلبة في كل مكان لإكمال درس الممنوع من الصرف. هذا الدرس الذي أتناول فيه كل نوع من أنواع الممنوع من الصرف على حدة وفي درس منفصل حتى يأخذ حقه من الفهم ومن الاستيعاب لدى كافة الطلبة ولدى المهتمين ومحبي اللغة العربية. وصلنا وإياكم هنا إلى الجزء الخامس، والحديث اليوم سيكون عن الممنوع من الصرف الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، وهذا الموضوع تجدونه في الممنوع من الصرف 2 في كتابكم المقرر المطالعة والقواعد والعروض والتعبير. أي معلومات أو أي استفسار أو أي تعليق أو أي لبس حول المادة بإمكانكم ترك التعليق أسفل الفيديو في قناتي على يوتيوب. وهذه دعوة مجددة للنسبة العالية التي تعطيني إياها يوتيوب من غير المشتركين الذين يطرقون باب القناة ويستفيدون ويخرجون دون حتى ترك كلمة شكرا. شكرا لهم. إلى هذا الدرس، الجزء الدقيق من هذا الدرس، انتبهوا جيدا، حيث أننا بعد الانتهاء من كافة أنواع الممنوع من الصرف سأضع تمرينا طويلا عريضا عميقا شاملا لكل شيء حتى نختبر أنفسنا وبعضنا في هذا الموضوع. طيب تعالوا نكمل حديثنا عن الممنوع من الصرف الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، وتعالوا نبدأ من هالنقاط الأساسية. أولا، إذا كانت الألف في بعض الأسماء التي لا تصلح للتأنيث منقلبة عن واو أو ياء لا تمنع من الصرف، فهي غير ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأنها ما توظفت كعلم مؤنث، ولأن الألف فيها منقلب عن واو أو ياء سعيتها إذا أجب تقولوا عنها مش ممنوع من الصرف. مثال: مصطفى مش من الفعل يصطفي؟ إذن أولا عفوا، مصطفى ومرتضى مثلا ومشفى ومروى مرمى ومأوى ومقهى، أولا إيش هاي أسماء تنتهي بألف؟ هلا بألف، ما لها الألف، هاي مقصورة، وهي الأسماء هيها لا تصلح للتأنيث وتنتهي بألف منقلبة عن واو أو عن ياء. مصطفى يصطفي، مرتضى يرتضي، مشفى من إيش؟ يشفي، مرمى يرمي، مأوى يأوي. وبالتالي منلاحظ إنه الألف منقلبة عن واو أو عن ياء في أسماء لا تصلح للتأنيث مش ممنوعة من الصرف. اثنين، شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط ألف زي هاي في أسماء تصلح للتأنيث. شوفوا هالنقطة الثانية، قد تكون الألف في بعض الأسماء التي تصلح المرة قبل لا تصلح، المرة تصلح للتأنيث، ولكن هذه الألف في الأسماء التي تصلح للتأنيث منقلبة يا عن واو يا عن ياء. هسا إذا أجا الاسم اللي فيه ألف تأنيث يصلح يعني ألف مقصورة يصلح للتأنيث، وهاي الألف منقلبة عن واو أو عن ياء، اطلعوا شو بنعمل. إذا وظفت كأعلام مؤنثة فهي ممنوعة من الصرف لسببين: العلمية لأنه علم، ولأنها مؤنثة والتأنيث يكون فيها هنا معنويا. ليه مش معنوي ولفظي؟ لأنها منقلبة عن واو أو عن ياء. إذا وظفت كأعلام مؤنثة ممنوعة من الصرف لسببين: العلمية والتأنيث، والتأنيث فيها معنوي. وإذا وظفت لغير التأنيث فهي غير ممنوعة من الصرف نهائيا. بدي مثال يا أستاذ على كلمة واحدة تصلح لهذا الموضوع ولهذا الموضوع، شو بتعطينا؟ بعطيك مش مثال، بعطيك 4-5 أمثلة. زي هدى، إذا هدى وظفتها اسم إنساني ممنوعة من الصرف لسببين: العلمية والتأنيث. وإذا هدى أجت في جملة ما بتدل على اسم بنت فهي ممنوعة، فهي إيش؟ غير ممنوعة من الصرف لأنها ما دلت على اسم بنت. نأخذ الأمثلة: هدى، كل بنت يعني اسمها هدى، وكل بنت اسمها جنى وعلا ومنى وكيسوا عليهن، هذول مالهن؟ بتلاقيهن برضو منقلبات، لأن احنا قلنا
هدى يهدي، صح؟ جنى يجني، إنك لا تجني من الشوك العنب في المثل. على يعلو، إذن علا من علوة من الواو، وبالتالي منقلب أو عن واو أو عن ياء. طيب شو نعمل أستاذ؟ شوفوا هذول الكلمات كأمثلة، بدي أوظف المرتين. المرة الأولى سلمت على هدى الطالبة المتفوقة، شو إعراب هدى هان؟ بطلع قبلها حرف جر على، إذن هدى اسم مجرور بعلى، وعلامة جر هي الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والفتحة مقدرة على الألف، صح؟ اسم مجرور يعني هدى بالفتحة عوضا عن الكسرة بالفتحة المقدرة لأنه قبلها حرف الجر أعلى، هذا في الإعراب. هسه هدى هان وظفناها كاسم بنت، كاسم علم مؤنث، نعم يا أستاذ، فهي مالها؟ صارت ممنوعة من الصرف، وممنوعة من الصرف لعلتين، للعلمية والتأنيث، تمام؟ يعني التأنيث بانتهائها بألف التأنيث المقصورة. هسه هدى قال تعالى في بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هاي هدى اسم إنساني هان؟ لا، هنا المقصود بها الهداية، وبالتالي إذن أصبحت هنا هدى غير ممنوعة من الصرف. إذا وظفنا كلمة ثانية وقلت سلمت على منى، بصير ممنوعة من الصرف لعلتين. هذه منى كل إنسان أن ينجح في الثانوية العامة، صفت هنا منى مش اسم إنساني، لا، وبالتالي صفت غير ممنوعة من الصرف. انتبهوا مليح للإيش؟ للنقطة هاي تحديدا. أعيد بعيدها بسرعة. إذا الألف في بعض الأسماء اللي بتزبط نسميها لأسماء بنت، زي هدى وجنى وعلا ومنى، تمام. هذه الأسماء اللي فيها الألف منقلبة عن واو أو عن ياء، إذا وظفناها كأسماء أعلام مؤنث ممنوعة من الصرف لعلتين، وإذا وظفناها مش كعلم مؤنث فهي غير ممنوعة من الصرف. مثال ذلك عليها هدى، وقيسوا عليها الأمثلة الثانية في جنى وعلا ومنى. طيب النقطة المهمة جدا هان، قد تكون الممنوعة من الصرف الأسماء هاي، الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، يكون ممنوع من الصرف لسبب أو سببين، لعلة أو علتين حسب سياقها. طيب وانت بدي أعرف من السياق لعلة أو لعلتين، أنا بقول لك إذا كانت علما مؤنثا أني يعني الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة بكون لسبب أو لسببين. إذا كانت علما مؤنثا فهي ممنوعة لسببين، العلمية والتأنيث، والتأنيث يكون فيها لفظي ومعنوي. وإذا وظفت لغير العلم المؤنث ولكن بشرط ألا تكون الألف منقلبة، لأنه بنرجع لمصطفى ومرتضى ومشفها، فإذا وظفت لغير العلم المؤنث بشرط ألا تكون الألف منقلبة فهي ممنوعة من الصرف لسبب، وهو علم مختوم بألف التأنيث المقصورة. أعطيكم مثال مشان نفهمه أزيد. مثال عليه مثلا كلمة نجوى. كلمة نجوى إذا قلت مررت بالطالبة نجوى، هسه هنا نجوى شو بتقول لك القاعدة؟ إذا وظفناها كعلم مؤنث ممنوعة من الصرف لسببين، العلمية والتأنيث، والتأنيث فيها لفظي ومعنوي. طيب هنا أجت هيك، سلمت أو مررت بالطالبة نجوى، نجوى اسم إنساني فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، والتأنيث فيها لفظي ومعنوي. ولكن قال تعالى في القرآن الكريم إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، هاي كلمة نجوى، بس هنا اسم بنت؟ لا مش اسم بنت، فهي ممنوعة من الصرف، ولكن ممنوعة من الصرف إيش؟ لسبب واحد وهو ألف التأنيث المقصورة. تعالوا على هذه المثال أعطيكم عليها أمثلة ثانية، وهذه الأمثلة أنت ممكن تكتبوها. لو قلنا اسم مثلا بشرة، وفي عندنا مثلا إيش؟ صبايا أسمائهم بشرة. لو قلت أنت سلمت على بشرة ابنة صفي، فهنا بتصير بشرة ممنوعة من الصرف لسببين، العلمية والتأنيث، والتأنيث لفظي ومعنوي.
ولكن قال تعالى في سورة يوسف: يا بشرى هذا غلام. هاي بشرى هان اسم بنت؟ لا مش اسم بنت. إذا شمالها ممنوعة من الصرف لسبب واحد ينتهي بألف التأنيث المقصورة. إذا مش كل اسم ممنوع من الصرف بنتهي بألف مقصورة للتأنيث بكون لعلة، مرات بكون لعلي ومرات بكون لعلتين. وأنا هان ذكرت وين تبقى لعلي وين تبقى لعلتين، أخرى مرة بنعيدها. إذا وظفناها كعلم مؤنث فهي ممنوعة من الصرف لسببين: العلمي والتأنيث، والتأنيث فيها لفظي ومعنوي. وأخذنا مثال عليها اللي هو إيش؟ نجوى. قلنا نجوى ابنة صفي هان ممنوعة من الصرف لسببين. قال تعالى في القرآن: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، هنا ممنوعة من الصرف لسبب واحد. وأخذنا مثال ثاني على بشرى، وقلنا بشرى في سورة يوسف: يا بشرى هذا غلام، ممنوع من الصرف لسبب واحد، العلم ينتهي بألف التأنيث المقصورة. ولكن إذا قلت إن بشرى ابنة خالتي نجحت في امتحان الثانوية العامة فهي اسم ممنوع من الصرف، ممنوع لعلتين وهي الايش؟ العلمية والتأنيث، والتأنيث لفظي ومعنوي. نعطيكم أخرى مثال على مثلا مين؟ على يمنى ويسرى ودنيا، تمام؟ وذكرى، هذولا نفس الشيء. شو بنقول عنهن؟ إذا هذولا اللي ذكرتهم قبل شوي يمنى ويسرى ودنيا وذكرى، هاي أعطتكم إياهن، إذا استخدمناهن في جمل كأعلام مؤنثة ممنوعة من الصرف لسببين، وإذا وظفناها مش كعلم مؤنث فهي ممنوعة من الصرف لسبب واحد. نعطيكم مثال على ذكرى. إذا كنت أنا أعجبت بذكرى لأنها طالبة متفوقة، إذا أنا عرفت إنه هنا ذكرى وظفت كعلم مؤنث، إذا هي ممنوعة من الصرف لسببين: العلمية والتأنيث. ولكن إذا قلت يمر الفلسطينيون هذه الأيام بذكرى النكسة فهي ممنوعة من الصرف لسبب واحد، لأنه علم ينتهي أو بألف التأنيث المقصورة. هذا الشيء اللي لازم أنتوا تميزوه في كل ما يتعلق بالاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة في سياق الممنوع من الصرف. إن كان لديكم أي استفسار، أي ملحوظة، أي شيء، اتركوه في أو أسفل الفيديو في قناتي على يوتيوب. إلى اللقاء في الأجزاء الأخرى المتبقية من هذا الدرس.